إلى أصحاب الهموم بأنواعها، إلى من آذته الديون فأفسدت متعته فذاق هم الليل وذل النهار، وإلى من أسره المرض وآلامه فتاهت عنده كل النعم بسبب الألم، إلى من أحرق فؤاده طفله الذي فارقه لطلب الرزق فكل يوم تدمع عينه وقد حالت القفار بينه وبين أحبابه، إلى من ذاق طعم الظلم بسبب ظالم نهب حلاله فهو يصبح ويمسي طريدا مقهورا، إلى من عطلته الإعاقة عن الاستمتاع بالحياة وقد حصر سعادته بكرسي يجلس عليه أو نظارة يتستر خلفها، إلى من عاشت العمر كله تتمنى طفلا يرفس بطنها، تتمنى أن تذوق الوحم، تتمنى أن تذوق الطلق، لكن العقم منعها من أن تتمتع بطفل تعيش معه العمر كله، إلى كل امرأة عاشت الأيام خلف الأيام والليالي تتمنى الزوج الذي يسترها ويسعدها فلم يكتبه الله لها لحكمة يعلمها جل جلاله، إلى من لم يهبها الله جمال الوجه أو كان لديها عيب في خلقها جعل الناس يصدون عنها فعاشت في همها وحسرتها وهي تعيش ألمين، ألم فراق الحبيب وعدم وجوده، والألم الآخر نظرة المجتمع حولها التي كلها عطف ورحمة إلى هاته وغيرها، إلى كل سجين مرت به السنين الطوال خلف زلزالة فحرم من أحبابه ومن متعة الحياة بسبب غلطة غلطها فتاب منها ولكن بعد فوات الأمان، إلى كل أرملة تتقلب الليل كل يوم تنظر إلى مخدة حبيبها وقد فارقها، إلى هذا وهذا وهذا وغيره، إلى كل من حمل الهموم في قلبه، إلى كل هؤلاء قد تتساءلون أين الله؟ أين رحمة الله؟ أين عدل الله؟ لماذا لا يستجيب الله لدعائنا ونحن ندعوه الليل والنهار؟ نعم قد تقول ذلك، فأنا أقول مستعينا بالله لكل هؤلاء، اسمع يا من آلمه المرض، هل تعلم أن أيوب صلى الله عليه وسلم عاش 16 سنة في المرض وفقد 10 من أولاده في مرضه وكان من أغنى قومه وبسبب المرض ذهب كل شيء، حتى إن زوجته باعت ضفائر شعرها ليأكلوا، هل تعلم ذلك؟ هل تعلم يا من مات له حبيب أن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم دفن 6 من أبنائه وزوجته وفقد الكثير من أحبابه؟ هل تعلم ذلك؟ إلى من عاش الحرمان، هل تعلم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لأن ابنه أخذ من بين يديه وقد تعلق قلبه به؟ هل تعلم ذلك؟ إلى من ذاق مرارة السجن، هل تعلم أن الكريم يوسف، ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام سجن ظلما 7 سنين؟ إلى من تغرب عن أحبابه وآلمه فقدهم، هل تعلم أن موسى ذهب طريدا 10 سنوات يشتغل خادما وهو الذي كان يعيش في قصر الملك عند فرعون؟ إلى من لم يرزقه الله جمال الخلقة، هل تعلم أن الخلقة لا قيمة لها عند الله وأن الإنسان قيمته بروحه وليس في جسده؟ خذ مثلا قصة جليبيب، منه جليبيب؟ صحابي فقير دميم الخلقة قصير القامة أسود الوجه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ قال لا يا جليبيب،
قال لماذا إذن أخطب من الناس فلا يزوجوني؟ فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت عندهم بنت من أجمل بنات المدينة وأحسنها شرفا. فلما أتى يخطب ظنوا أنه يخطب ابنتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لهم إن رسول الله يطلب ابنتكم، فقالوا له قال لا لي، فغضبوا ورفضوا. لكن البنت قالت لا أرد زوجا أرسله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها. وفي أيام عرسه فرح بأنه وجد امرأة تقبل به، في أول أيامه ينادي منادي الجهاد فيخرج ويقاتل فيموت فلا يعرفه الناس من كثرة جراحه، فيقوم حبيبكم صلى الله عليه وسلم يبحث عنه، لم يعرفوه أو لم يسألوا عنه أصلا، فقير من الفقراء من يعرف من يأبه له، فيبحث عنه حتى يجده وقد قتل سبعة، فيضمه إلى صدره ويقول هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ما منعه أنه ليس بجميل المحيا والشكل؟ لأن الروح هي التي لها قيمة عند الله عز وجل. إلى من عطلته الإعاقة، بعض الناس قد يتعرض لإعاقة جسدية أو إعاقة في سمعه أو بصره، فتسود الدنيا بوجهه ظانًا أن سعادته في هذا الكرسي أن يتخلص منه. هل سمعت بعمرو بن الجموح؟ من هو عمرو بن الجموح؟ هذا رجل معاق أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله عرجة شديدة، فقال يا رسول الله أريد الجهاد إذن لي. فقال إن الله قد عفى عنك، أنت لست مكلف، لأنه أعرج عرج شديد. قال إني أرجو أن أدخل الجنة بعرجتي هذه، فيذهب ويقتل فيبشره الرسول صلى الله عليه وسلم، يبشر أهله بأنه من أهل الجنة وقد وطأ الجنة بعرجته. قيمتك بروحك ليست في جسدك. فإلى كل هؤلاء وغيرهم، وما أكثر المهمومين في الدنيا، رسائل سريعة. أما الأولى، ألا تحبون الله؟ ألا ترضون بحكم الله؟ أما سمعتم أن الله تعالى يقول إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ لماذا يا رب؟ قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله هو الذي يعلم الفقر خير لك أم الغنى، المرض خير لك أم الشفاء، المال خير لك أو الفقر. الله هو الذي يدبر أمرك. لماذا لا ترضى بقضاء الله وقدره؟ لماذا لا ترضى بحكمه؟ هل تظن أن السخط سوف يعيد لك ما فقدت؟ من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فارضى، ارضى، تعامل مع الكريم الرحيم الذي يسمعك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والله ما من دعوة أرسلتها إلا فتحت لها أبواب السماء، لكن لله حكمة في عدم الإجابة. وما من طلب طلبته من الله فلم يؤده لك إلا لله حكمة في ذلك. أما مر قول الله عز وجل عليك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا بد أن تعلم أن الله تعالى يعاملك برحمته، يعاملك بحكمته، يعاملك بعدله. فارضى، ارضى، واصبر، فإن الله تعالى يوفي كل صابر لأجر يوم القيامة. ارضى بالله. ألست كل قوم تقول رضيت بالله يا رب؟ إذن ارضى بحكمه. هذه الرسالة الأولى لقلبك الطيب. أما الرسالة الثانية فأنا أسألك سؤال، هل نحن خالدون في الدنيا؟ أنت روح وجسد، هذا الجسد خالد، الروح التي معك هي الخالدة، أما الجسد سيفنى، كلها سنوات وترحل. فلماذا يا أخي الكريم تغضبك هذه الدنيا فتتعلق بها فتبكي عليها حسرة؟ إن أتت أتت وإن ذهبت فإنما عند الله خير وأبقى. أما علمت أن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ كم سيعيش جسدك هذا؟ اسمع ماذا يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم عن تمثيله لحجم الدنيا، يقول ما الدنيا في الآخرة
إلا كأن يغمس أحدكم إصبعه في اليم، يعني دخل إصبعك في البحر الذي تخرج من البحر، هذا هو الدنيا والبحر هو الآخرة. إذن يا أخي اصبر اصبر، أما وعد الله الصابرين أجرا بغير حساب؟ بل يا أخي أذكرك بأجمل وعد من الله، أليس الله يقول للنفس المطمئنة، النفس الراضية، النفس التي أحبت ربها، النفس التي رضيت بأقدار ربها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ألا يكفيك هذا؟ اصبر 30 40 50 سنة فهناك رضا، راضية مرضية. شوف الكرم، راضية مثل إيش؟ أنت عليك دين مثلا 100,000، إذا أعطيتك 100,000 فأنت راضي، أليس كذلك؟ لكن إذا أعطيتك 100,000 ثم قلت لك وهذه 100,000 فوقها، ألا تسعد؟ هذه المرضية، يعطيك أكثر، ولذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اصبر، ربك كريم رحيم، وعندما يبتليك فلحكمة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما الثالثة فأعود للحديث الذي بدأته في خطبتي: غمسة واحدة يوم القيامة ستنسيك كل ما تعيشه من هموم. والله غمسة، يغمس المؤمن الراضي غمسة فيقال له هذا مقعدك لأنك أطعت الله ورضيت بالله. فيا أخي الكريم اعلم أن الله تعالى رحيم. ماذا يقول الله لي ولك؟ يقول: لنبلونكم بشيء من الخوف. ما قال بالخوف، حياتك كلها ليست خوف، وحياتك كلها ليست مرض، وحياتك كلها ليست ديون، هي أيام تمر، ابتلاءات تمر، ثم بعد ذلك إن صبرت فلك الرضا، والله تعالى يربط على قلبك، فقط اربط علاقتك فيه وارضى به وانشغل. كن ذكي، انشغل بالله، انشغل في حوائج الناس، يفرج الله همك. أكثر من الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، يربطك الله عز وجل به. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الدعاء كنز من كنوز الجنة. لماذا تكثر منه؟ لأن بالإكثار منه تفتح أمامك كل المغاليق. احسن علاقتك بالله، اصلح، اربط حبلك بالله، فوالله لا يمكن أن يخذل عبد لجأ إلى الله، لأن صلاتك تقوى، ذكرك لله تقوى، استغفارك لله تقوى، إقبالك على الله تقوى. والله قال لك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بالخير فإن الفارج الله جل جلاله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حديثنا اليوم عن اسم الله الستير، والستير يا كرام هو الصحيح، وليس الستار ولا الساتر. وهذا الاسم لم يرد في القرآن ولكنه ورد في السنة، وهي صفة عظيمة من صفات الله، وكل صفات الله عظيمة، ولكن إنها والله من أعظم النعم التي يمن الله بها علينا، إذ لولا ستر الله، والله لولا ستر الله لفضحنا والله. وإلا كم هي الأخطاء التي معنا، كم من الزلل، وكم نخطئ في حق الله، ولكن الله كريم يغفر ويرحم ويستر. وعندما نتعامل مع الستير لابد أن نعلم أننا نتعامل مع ملك ليس بعاجز. عندما تريد أن تؤمن بقضية الستر من الله فلتعلم أن الله يكشف كل شيء، فهو الذي قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هو
محيط بعباده جل جلاله ومع ذلك يسترهم. وتعلم أيضا أن لله ملائكة تصبح وتمسي معك يسجلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهو إذن أيضا محيط بك من خلال ملائكته عندما تحصي كل أعمالك وأقوالك، ومع ذلك يسترك ولا يفضحك. وعندما تؤمن أيضا أن الله عز وجل لا يتعامل معك وهو ليس بقادر عليك، أحيانا تستر على إنسان لأنك ما تقدر تسوي شيء، صح ولا لا يا جماعة؟ قد تجد فضيحة، تجد مشكلة، لكن ما تقدر تعمل شيء، ليس بيدك شيء، لكن هل الله ينطبق عليها هذا؟ هل يعجز الله شيء في الأرض أو في السماوات كلها؟ جل الله عز وجل. إذن عندما تؤمن أن الله مطلع، أن الله محيط، أن الله قادر على كل شيء ومع ذلك يتعامل معك بستره، لا وخذ هذه، هو يتعامل معك بستره ما هو لأنه محتاجك. أحيانا أنت تجد إنسان لك عنده مصلحة فيخطئ فتسكت، لماذا؟ محتاج أنت لهذا الإنسان. هل ربنا محتاج لنا عشان يسترنا؟ لو أن أولكم يقول الله وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ماذا ننقص ملك الله؟ إذن هو ليس بحاجتنا، غني عنا، ومع ذلك يعاملنا فوق هذا كله بستره. هذا فضل الله، فلنحمد الله يا إخوان على هذه النعمة. الستير يعاملنا جل جلاله ونحن أصحاب خطأ. وذنوب العباد نوعان، ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة. الذنوب الظاهرة هي المنكرات العلنية الظاهرة، وهذه فيها وعيد مهم انتبهوا له يا إخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا من؟ إلا المجاهرون. من هم المجاهرون؟ قال الذين يصبحون يسترهم الله فيفضحون أنفسهم، يعني سافر ووقع في ذنب فيأتي ينشر صوره بين الناس، يا أخي سترك الله أسكت. يصبح أو يمسي الليل كله على ذنب من الذنوب ثم يصبح ينشر هذا الذنب ويخبر الناس ويتبجح، أسكت، سترك الله أسكت، لا تتكلم. إن من نعم الله عليك أن الله يعني أحياك بعدما أماتك، فلا تفضح نفسك، أنت لم تفعل الذنب بقوتك وإنما بنعم الله عليك، ومع ذلك شف تعصيه بنعمته، يعني شفت الشيء المحرم بعينك والعين نعمة، أو سمعت أو قلت أو بعت واشتريت، هذا كله من الله، أليس كذلك؟ إذن أنت تعصيه بنعمة الله. ثم ينظر الله إليك وأنت تفعل الذنب فيسترك بستره ويحلم عليك، ما يعاقبك. ايش رايك انت الان لو احد يخطئ في حلالك وملكك، هل ترضى؟ لا، تسكت وتنتقم وتوقف هذا الانسان او تفضح. اما الله ينظر اليك كل ليله وانت تعصيه ومع ذلك يعاملك بحلمه جل جلاله، فتصبح وقد سترك الله ونعمك معك ما نقص منها شيء، ما زلت تتنفس، آمن في سربك، معافى في بدنك، عندك قوت أيامك، ما زال كل شيء ما على ما هو عليه. فشوف كرم الله عليك وسترك ثم تأتي تفضح نفسك كأنك يعني تتحدى الله. عشان كذا كل الأمة معافى إلا المجاهر، انتبهوا يا إخوان من المجاهرة، هذا في الذنوب الخارجية. الذنوب الباطنية مثل إيش؟ مثل الحسد، مثل الحقد، مثل الانتقام، هذه الذنوب في الداخل في القلب ما أحد يعرفها إلا الله. هذه الذنوب متى تطلع؟ تطلع في ثلاث مواضع، وأسأل الله ألا يفضحنا يا إخوة، لأن كل إناء بما به ينضح، واللسان مغرفة الفؤاد، وإذا أردت أن تعرف ما في جوف الإنسان
ففي ثلاث مواقف تستطيع أن تعرف هذا الإنسان. عند الغضب ينفضح الإنسان، لأنه في حال الغضب يبدأ يتلفظ بالألفاظ الموجودة في قلبه. في ناس إذا غضب قال الله يهديك، وفي ناس إذا غضب لم يبقى وسيلة شتم إلا وأخرجها فيك. هذا الخلق الذي في قلبه خرج. الثانية عند حظوظ النفس، ترقيات الأموال، البيع والشراء، هنا يظهر ما في الداخل. هل أنت إنسان نقي تقي؟ من هم أحسن الناس؟ من هم خيار الناس؟ من هم أفضل الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام يصف لنا أفضل الناس، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفنا، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد. يا رب اجعلنا منه يا رب. إذن عند حظوظ النفس يظهر الذنب الذي في الداخل. والموقف الثالث الذي تظهر ما فيه ما في البواطن في مسائل الحسد. عندما يمدح أحد عندك ويثنى على أحد أو تنظر إلى نعمة أحد، انظر إلى ردة فعلك. ردة فعلك تخرج ما في قلبك. هل أنت تفرح لفرح الناس؟ أنت نقي بإذن الله تعالى. هل أنت تغضب لفرح الناس وتتضايق وتشمئز؟ حاول أن تصلح حالك، فالباطن عندك فيه مشكلة. هذه الذنوب، هذه كلها يسترها الله، فلا نخرجها نحن، نستر أنفسنا ما دام الله سترنا. أيضا في الستر يا إخوة، يجب أن تعلم أنك كما تدين تدان. تستر يستر الله عليك، تفضح يفضحك الله. قال عليه الصلاة والسلام، يا الله ما أعظم هذا الحديث، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. انتبه. الآن يا إخوة عندنا مشكلة في وسائل التواصل الاجتماعي، في جوالك عملوا إحصائية فوجدوا وللأسف أن من أكثر المواضيع التي تفتح الفضائح. الفضائح نفرح عندما نشوف فضيحة، بالله انظر إليها قبل أن تحذف. أليس هذا واقع مرير؟ هذا تتبع عورات الناس. من تتبع عورات الناس أنك تبدأ تسأل زوجتك، تسأل إخوانك، تسأل أخواتك، كيف أهل هاك البيت؟ كيف أشكالهم؟ إيش مشاكلهم؟ إيش قالوا؟ إيش أخذوا؟ إيش أعطوا؟ تحرث. هذا كله من تتبع العورات. فإذا الذي يتتبع العورات يفضح. طب والذي يستر؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ألا تريد ستر الله؟ يسترك الله في الدنيا بألا يظهر مشاكلك وعيوبك، ويعطيك الفرصة لأن تتوب وتصلح حالك. لأن والله يا أخواني شوفوا، أول ما فعل بالرسول بآدم عليه الصلاة والسلام ما هو؟ قال الله عن أنزلنا عليكم لباسا وريشا ولباس التقوى ذلك خير. من أول ما فعل أن ستر آدم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما عوقب هو وحواء ماذا فعل الله بهم؟ انكشفت العورات ففضحوا. عقوبة. شوف الستر نعمة والفضح عقوبة. فلذلك أستر يستر الله عليك، وأستر يعاملك الله بفضله. ضايا يا إخوة أن الإنسان إذا استطاع فعلا أن يستر على الناس أنه موفق. ولذلك سبحان الله يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. يعني عندما تجلس في مجلس فيبدأون يتحدثون بإنسان، إن شاركتهم أنت فقد وقعت في الغيبة، وقعت في تتبع العورات، وقد تكون أحيانا وقعت في النميمة وأنت لا تشعر. هذا مشكلة، كل هذه مشكلة. ويمكن تقع فيما هو أعظم ألا وهو البهتان، وهذه كلها مصائب. لكن إن رددت عنه وعن عرضه، اترك الرجل
اتركوا المرأة، لا تتحدث عن فلان أو فلانة، اتقوا الله، ما عرفنا عنهم إلا كل خير، وإذا لديهم أخطاء فهذا بينهم بين الله، من أنتم حتى تكشفون أستار الناس؟ هنا أنت يذب الله عن وجهك النار يوم القيامة. فأيهم تحب؟ تحب أن تكون فاضح أو ساتر؟ الله ساتر، كن ساتر. أيضا يا إخوة، الستر سبحان الله يكافئك الله عليه في الدنيا قبل الآخرة، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك إنسان يعيش بين الناس يسترهم إلا ويجد من الله مقابل هذا الأمر ستر وعفو وصفح. خلونا نعطيكم قصة سمعتها من الشيخ النابلسي، جميلة جدا القصة. يقول: جاء رجل إلى قرية من القرى يسأل عن شخص هو لا يعرفه، واحد يدور واحد هو ما يعرفه، قال: يا جماعة وين فلان ابن فلان الفلاني؟ قالوا: فلان ابن فلان الفلاني هذاك الرجال هناك. فلما ذهب إليه وإذا به شخص بسيط عادي، إنسان يعني ليس لديه ميزة عبادة ولا طاعة، إنسان عادي جدا. فجاء إليه وقال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: يا أخي أنا أريد منك أن تخبرني بالعمل الذي بينك وبين الله والذي لا يعلم به أحد إلا الله. قال: أي عمل تقصد؟ قال: في عندك أنت عمل تعمله، أنت لا تعرفني ولا أعرفك، وأنا أتيتك من مكان بعيد. لماذا؟ لأن في شيء صار لي علي بسبتك. أنت عندك عمل خفي، ما هو؟ وش سويت بينك وبين الله؟ ألح عليه، أصر عليه حتى أخبره. قال: نعم، أنا تزوجت بقريبة لي. يقول: فلما تزوجت عليها مسكتني بعد الزواج وقالت: استرني سترك الله. قالوا: ايش فيك؟ قالت: أنا حامل من غيرك، ولو علم أهلي لقتلوني مباشرة، وأنا بين يديك، إن أردت أن تخبرهم فافعل، وإن أردت أن تسترني فاسترني سترك الله. يقول: فأسكت الرجل. قل: أسكت وتحملت الأمر على مضض، وخرجت من البلدة التي أنا فيها وجئت إلى هذه البلدة لا أحد يعرفني فيها. يقول: فلما زوجتي خلق، يقول هذه منعتها عن الناس، ما تقابل أحد حتى ولدت. يقول: فلما ولدت أخذت طفلها في آخر الليل وذهبت إلى باب المسجد، لما شفت الناس دخلوا المسجد يصلون، يقول: رحت وراء باب المسجد وحطيت الولد ورحت أصلي مع الناس. يقول: صلينا وخلصنا من الصلاة، فلما انتهينا من الصلاة صاح الطفل، تجمع الناس: هذا ابن من؟ هذا ولد من؟ من يعرف هذا الولد؟ فقال لهم هذا الرجل: خلاص ما دام ما تعرفونه أعطوني إياه وأنا أربيه، لكن اشهدوا هذا ليس بابني وإنما هو لقطة وجدته في المسجد. فأخذ الابن، يقول: أخذته وأعدته إلى أمه وقلت: هذا ابنك بين يديك الآن، ربيه، أنت الآن سترتي أمام الناس كلهم، وربي هذا الابن. قال: طيب أنت الآن أعطيتك قصتي، ماذا فعلت أنت؟ وش اللي صار لك؟ قال: رأيت رسول الله يبشرك بالجنة. اللهم صل وسلم على رسول. رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أن فلان في الجنة بسبب هذا الفعل. ما أعظم الستر يا إخوة. إذن الستر إحنا نحتاجه في حياتنا، فلا نتتبع يا إخوة، لا نفتح المجال لجوالاتنا، لا نفتح المجال لهواتفنا، لا نفتح المجال لمجالسنا. اسكت، انشغل بنفسك، والله عندنا من العيوب ما يكفي حتى نبدأ نتتبع عورات الناس ونتصيدها. الستر نحتاجه يا إخوان والله يوم القيامة. ولذلك من أعظم النعم التي يمن الله بها على عباده يوم القيامة الستر. أين يكون الستر؟ يوم القيامة الناس تحشر حفاة عرى، إلا أهل الإيمان يسترهم الله عز وجل ويكسوهم، وأول من يكسى هو إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله لا يمكن أن يجمع عليك الأذية. هل أنت عندك استعداد تخرج أمام الناس عريان؟ سترت عورة كل حياتك في الدنيا، فهل يفضحك الله يوم القيامة؟ مستحيل.
والموقف الأعظم يوم أن تنصب تلك المحكمة العظيمة، محكمة جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وشهودها ألسنتنا، أيدينا، جوارحنا، أرجلنا، الأرض التي نمشي عليها، والقاضي هو الله جل جلاله. فلا ظلم ولا رشوة ولا واسطة ولا تزوير، وأنا وأنت مع الخلائق نحشر حتى نقف أمام هذه المحكمة الكبرى، ثم ننادى يا فلان ابن فلان قم، فتأتي تحمل سجلاتك، كتبك، أعمالك التي قدمتها في الدنيا. المجرم ينظر إلى الكتاب فيقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنت إن كنت من الذين فازوا برضا الله، من الذين أحبهم الله، من الذين سبقت لهم الحسنى من الله، فأبشر والله بالفرج. كيف الفرج؟ تنادى حتى إذا انطلقت البشر كلها خلفك، والله عز وجل يحاكمك، فتقف بين يدي الله. الذي يعمله بك الله أن يسترك الله بستره، فلا يراك أحد إلا الله. تقف أنت لحالك للحساب، الناس ما عاد شافتك، خلاص ما أحد يتصرف في ذلك الموقف إلا الله. فيبدأ الله عز وجل يعرض عليك الأعمال، لا يحاسبك، لأن من نوقش الحساب هلك. فالمؤمن إذن تعرض عليه الأعمال، يبدأ يقول لك الله تذكر اليوم الفلاني، لازم تعلم أنك ما دخلت الجنة إلا برحمة الله. هل تذكر أعمالك في السنوات الماضية؟ ما أحد يذكر، كلنا نسينا، لكن الله ساترنا. ولذلك يبدأ ربنا جل جلاله يقول اقرأ، تذكر يوم كذا وذنب كذا وفعلت كذا وأخذت كذا وبعت كذا واشتريت كذا، فتنظر فإذا بالذنوب، فيقول الله عز وجل سترتك في الدنيا وأسترك في الآخرة، هذه الذنوب كلها قد بدلناها إلى حسنات. يا لها من فرحة عظمى والله. فيا من تريد ستر الله في الدنيا وفي الآخرة، الآن هو وقت العمل ليس غدا، الآن هو وقت الإقبال على الله. عامل الناس بالستر ليسترك الله، كما أنك إذا عاملت الناس بالرحمة يرحمك الله، عامل الناس بالستر يسترك الله. وانشغل بنفسك واترك الناس، اترك عيوب الناس، اترك عورات الناس، لا تفرح بالمنظر المسيء، ولا تفرح بالخبر المسيء، ولا تفرح بفضيحة أحد، وبذلك تكون صافي النية، طيب السريرة، سليم النفس، وتقبل على الله وقد رضي الله عنك. إذن الستير هو المبالغة في الستر، والستير صفة يمن بها الله على عباده، فهنيئا لمن كان لهاته الصفة أثر في حياته وأقواله وأفعاله. أسأل الله تعالى أن يسترنا بستره. اللهم استرنا بسترك يا حي يا قيوم، اللهم استرنا بسترك واجعلنا من الراشدين. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وجدت بابه مفتوحا، وإذا ضاقت النفس تنفست بسجدة بين يديه، إنه الله أنيس القلوب المجروحة وملاذ الأرواح المكروبة وفرج الهموم المتلاطمة، هو رجاء كل خائف وأمل كل مؤمن. أعطني قلبك يا من أنهكتك الدنيا وأبعدتك عن الله، قل لي بربك ما هي ملذات الدنيا التي أشغلتنا عن ربنا. إذا أردت أن تسأل عن نعمة الطعام فاسأل الجائع، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة الولد فاسأل العقيم، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة الصحة فاسأل المريض، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة النوم فاسأل المهموم، وإذا أردت أن تعرف نعمة الجسد فاسأل المعاق. كل نعيم الدنيا لا نعرف لذته إلا إذا حرمنا منه، ولا نستمتع به إلا إذا حصلنا عليه بعد الفقد.
الشبعان لو أعطيته أكل ما تلذذ به، والقوي لو أعطيته قوة أكثر ما تلذذ بها، هو قوي لكن عندما يحرم منها يشتاق إلى النعمة. هذا نعيم الدنيا الذي نسعى من خلفه، لا يأتي إلا بعد حرمان ومحدود، سيؤخذ منك في يوم من الأيام. لكن القرب من الله، نعمة الإيمان والأنس بالله لا يعرفها إلا من امتلأ قلبه بحب الله، نعمة لا تفتقد، فهي معك منذ أن ولدت في فطرتك، قريبة منك. فلذلك الجأ إلى الله ولا تبتعد عن الله، وبادر إلى الله عز وجل، فوالله إنه ملاذك في كل أمورك. ودعني أحدثك عن الله عز وجل. لماذا أحدثك عن الله؟ لأني أعرف أن الإيمان إذا دخل في القلب قلب حال الإنسان. قل لي بربك، من الذي قلب حال عمر من عابد التمر إلى فاروق الإسلام؟ وما الذي قلب مصعب بن عمير من دليل أمه إلى أول سفير في الإسلام؟ وما الذي جعل عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ وهو الذي ما أسلم إلا سنين قليلة؟ وما الذي جعل ماشطة بنت فرعون يشوى أولادها أمام عينيها فتصبر، ويقتلون أمام عينيها فتصبر، إلا أنها آمنت بالله وضحت بروحها لله؟ فهل خذلها الله؟ يوم أن أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم عرج به، شم رائحة طيبة بين السماء والأرض، فقال هذه رائحة ماذا؟ قالوا هذه ماشطة بنت فرعون المؤمنة التي ماتت لله، الله عز وجل خلد ريحها بين السماء والأرض. إذن الأنس بالله عز وجل هو الحب الحقيقي، فالجأ إلى الله عز وجل. قد يسمع من ختم على قلبه مثل هذا الحديث فلا يعجبه. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي الكريم، انتبه، انتبه أن يغفلك الشيطان. فإن من علامة حب الله للعبد أن يوفقه الله للعمل الصالح، ومن علامة إعراض الله عن العبد أن ينساه الله ويمده في طغيانه يعبث. فلذلك إذا رأيت من نفسك إدبارا عن الله وإقبالا على كل ما لا يرضي الله فانتبه لنفسك. كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله غني وليس بحاجة أحد من خلقه. ولذلك دعوني أحدثكم عن الله عز وجل الملك الجبار، لأننا إذا عظمنا الله في النفوس فإن الله تبارك وتعالى يعيننا على أنفسنا. من هو الله؟ أتريد أن تعرف عظمة الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى، أرفع رأسك إلى السماء، فوقك سماء عظيمة جدا فيها نجوم وشموس وكواكب، هذه السماء فوقها ست سماوات، سبع سماوات فوق بعضها البعض طباقا، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من شبر في هذه السماوات إلا وملك ساجد لله أو راكع. أسألك بالله، ملك هذا خلق من خلقه، هل تنفعه طاعتنا أو تضره معصيتنا؟ إذن نحن الفقراء إلى الله عز وجل. أيها المؤمنون، أيها الكرام، الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نتحدث عن حلمه فانظر مثلا، انظر مثلا إلى حالنا. أسألك بالله، هل تستطيع أن تعصي الله عز وجل في مكان لا يراك الله فيه؟ أو هل تستطيع ألا تتقوى على رزق أعطاك الله إياه من أجل أن تعصي الله عز وجل به؟ أو هل تستطيع أن تقول شيئا فلا يسمعه الله عز وجل؟ بل اسألك سؤال، لو جاءك ملك الموت وأنت على ذنبك ومعصيتك ثم قال لك هيا لنرحل، هل تستطيع أن تقول له اذهب وارجع لي لاحقا؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحان الله، نعلم أن الله يرانا وأن الله عز وجل يسمعنا وأن الله يرزقنا وأننا لا نملك قرار حياتنا، ومع ذلك نقع فيما يغضب الله، فما أحلم الله عز وجل علينا. الستر، الستر هذه النعمة العظمى. ما رأيك لو أن كل واحد منا عليه كاميرات؟ بالله عليكم،
هل كثير مما نعملها الآن نعمله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول أفلا نستحي من الله عز وجل؟ البارح ماذا عملنا؟ أنا وأنت أعرف بما عملنا البارح، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. هل قمت الصباح فوجدت أن هناك نعمة مفقودة؟ أم أنك ما زلت تتنفس وتأكل وتشرب وأولادك آمنون ورزقك لم ينقطع؟ فما أعظم ستر الله عز وجل علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملا وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، ما هو تفرغ لعبادتي أن تقعد في المسجد، لا، أن تجعل الله عظيم في قلبك، تبيع وتشتري تراقب الله، تنظر إلى شيء تراقب الله، تسافر تراقب الله، دائما همك الله، هذه هي العبادة، أن يكون العبادة كل عمل يحبه الله عز وجل ويرضى. تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملا ويديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. فعودوا إلى الله يا كرام، عودوا إلى من بسط يداه للسائلين، وانتبهوا من التنازل عن الدين. وأحذر نفسي وإياكم من الغفلة، ما الذي حل بنا يا كرام؟ ما الذي حل بنا حتى رأينا الناس تتساهل في دين الله عز وجل؟ ألسنا الآن نجد من يبحث عن كل ما يسهل ويرخي عليه الدين، يبحث عن الفتاوى المتضاربة، يبحث عن كل شيء يبعده ويجعله مرتاح حتى ولو كان خطأ أو في شبهة كبيرة. لماذا يا كرام؟ لماذا ديننا أصبحنا نأخذه من هب ودب؟ لماذا؟ لماذا أصبحنا لا نريد أن نسمع شيء عن الدين؟ الإنسان يجلس على جواله الساعات والأيام لا يسمع نصيحة أو موعظة أو آية، لماذا؟ لماذا؟ هل لهذه الدرجة أبعدت قلوبنا عن الله عز وجل؟ إلى ابنتي التي خرجت ونزعت حجابها الذي كان هو جمالها وسترها فكشفت وجهها للناس، ماذا تريدين؟ المال؟ الشهرة؟ أين الحياء؟ ما الذي حدث يا قوم؟ ما الذي حدث حتى أصبحنا نفتقد شباب كالزهور كانوا في المساجد والحلقات وأصبحنا لا نراهم الآن، بل ابتعدوا، ما الغفلة هذه؟ لماذا يا كرام؟ ما الذي حل بنا؟ المحلات تفتح وقت الصلوات، لماذا؟ يوم كانت الهيئة تشتغل كانت تقفل، فلما تراخت الهيئة قليلا فتحناها، أكنا نصلي للهيئة أم لله؟ ماذا بنا يا قوم؟ يمر علينا الصلاة والصلاة والصلاة ونحن لا نصلي، ويمر علينا أسبوع وأسبوعين وشهر لا نصلي الفجر في المسجد، لماذا يا ناس؟ نتق الله في أنفسنا، والله إننا فقراء إلى الله ومحتاجون إليه، إننا ما بيننا وبين الرحيل من هذه الدنيا التي نتعب من أجلها إلا أن يقال فلان مات، ومتى سيأتيك الموت؟ فلنتق الله يا كرام، فإن القلب ينفطر لما يراه من حال المسلمين الآن من بعد عن الدين، من قسوة، من غفلة، من تعلق بالدنيا. فنسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا. اللهم إنا قلوبنا بين أصابعك تقلبها كيف تشاء، اللهم اطرح في قلوبنا من خشيتك ما يجعلنا لا نتنازل عن شيء من ديننا، وثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك وأنت. إنه الله الذي إذا جرحك البشر رفعت رأسك إليه، وإذا أغلقت أبواب البشر وجدت بابه مفتوحا، وإذا ضاقت النفس تنفست بسجدة بين يديه. إنه الله أنيس القلوب المجروحة وملاذ الأرواح المكروبة وفرج الهموم المتلاطمة، هو رجاء كل خائف وأمل كل مؤمن. أعطني قلبك يا من أنهكتك الدنيا وأبعدتك عن الله، قل لي بربك ما هي ملذات الدنيا التي أشغلتنا عن ربنا؟ إذا أردت أن تسأل عن نعمة الطعام فاسأل الجائع،
وإذا أردت أن تسأل عن نعمة الولد فاسأل العقيم، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة الصحة فاسأل المريض، وإذا أردت أن تسأل عن نعمة النوم فاسأل المهموم، وإذا أردت أن تعرف نعمة الجسد فاسأل المعاق. كل نعيم الدنيا لا نعرف لذته إلا إذا حرمنا منه، ولا نستمتع به إلا إذا حصلنا عليه بعد الفقد. الشبعان لو أعطيته أكل ما تلذذ به، والقوي لو أعطيته قوة أكثر ما تلذذ بها، هو قوي لكن عندما يحرم منها يشتاق إلى النعمة. هذا نعيم الدنيا الذي نسعى من خلفه، لا يأتي إلا بعد حرمان ومحدود، سيؤخذ منك في يوم من الأيام. لكن القرب من الله، نعمة الإيمان والأنس بالله، لا يعرفها إلا من امتلأ قلبه بحب الله. نعمة لا تفتقد، فهي معك منذ أن ولدت في فطرتك، قريبة منك. فلذلك الجأ إلى الله ولا تبتعد عن الله، وبادر إلى الله عز وجل، فوالله إنه ملاذك في كل أمورك. ودعني أحدثك عن الله عز وجل. لماذا أحدثك عن الله؟ لأني أعرف أن الإيمان إذا دخل في القلب قلب حال الإنسان. قل لي بربك، من الذي قلب حال عمر من عابد التمر إلى فاروق الإسلام؟ وما الذي قلب مصعب بن عمير من دليل أمه إلى أول سفير في الإسلام؟ وما الذي جعل عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ وهو الذي ما أسلم إلا سنين قليلة؟ وما الذي جعل ماشطة بنت فرعون يشوى أولادها أمام عينيها فتصبر، ويقتلون أمام عينيها فتصبر، إلا أنها آمنت بالله وضحت بروحها لله؟ فهل خذلها الله؟ يوم أن أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم عرج به، شم رائحة طيبة بين السماء والأرض، فقال هذه رائحة ماذا؟ قالوا هذه ماشطة بنت فرعون المؤمنة التي ماتت لله، الله عز وجل خلد ريحها بين السماء والأرض. إذن الأنس بالله عز وجل هو الحب الحقيقي، فالجأ إلى الله عز وجل. قد يسمع من ختم على قلبه مثل هذا الحديث فلا يعجبه. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي الكريم، انتبه، انتبه أن يغفلك الشيطان. فإن من علامة حب الله للعبد أن يوفقه الله للعمل الصالح، ومن علامة إعراض الله عن العبد أن ينساه الله ويمده في طغيانه يعبث. فلذلك إذا رأيت من نفسك إدبارا عن الله وإقبالا على كل ما لا يرضي الله فانتبه لنفسك. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله غني وليس بحاجة أحد من خلقه. ولذلك دعوني أحدثكم عن الله عز وجل الملك الجبار، لأننا إذا عظمنا الله في النفوس فإن الله تبارك وتعالى يعيننا على أنفسنا. من هو الله؟ أتريد أن تعرف عظمة الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى، أرفع رأسك إلى السماء، فوقك سماء عظيمة جدا فيها نجوم وشموس وكواكب، هذه السماء فوقها ست سماوات، سبع سماوات فوق بعضها البعض طباقا. يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من شبر في هذه السماوات إلا وملك ساجد لله أو راكع. أسألك بالله، ملك هذا خلق من خلقه، هل تنفعه طاعتنا أو تضره معصيتنا؟ إذا نحن الفقراء إلى الله عز وجل. أيها المؤمنون، أيها الكرام، الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نتحدث عن حلمه فانظر مثلا، انظر مثلا إلى حالنا. أسألك بالله، هل تستطيع أن تعصي الله عز وجل في مكان لا يراك الله فيه؟ أو هل تستطيع ألا تتقوى على رزق أعطاك الله إياه من أجل أن تعصي الله عز وجل به؟ أو هل تستطيع؟ الله سبحانه وتعالى يا إخوة هو أرحم الراحمين. ولو قيل لك أن الذي سيحاسبك يوم القيامة هو أمك، ترتاح ولا ما ترتاح؟ جابوني يا إخوان،
تطمئن. إذا عرفت أن أمك اللي بتحاسبك واللي بيدها جنة تكون أرك والله ترتاح. فمن أرحم بك بالله عليك، الله أم أمك؟ ألم ينزل الله عز وجل رحمة واحدة من رحماته المئة ووزع هذه الرحمة على كل أمهات الدنيا، مو أمك وأمي بس، أمهات الطير والإنس والحيوان وكل أم وغيرهم من البشر كلهم يجتمعون في رحمة واحدة. هنا يبعث الرجاء في قلبك فتعلم أنك مقبل على رحيم. وخذ هذا الحديث الآخر لكي أرسخ الرجاء في قلبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل على ظهر دابة، فالرسول يسأل معاذ ويقول: يا معاذ، ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحمد لله، كلنا من أهل التوحيد. والله لا طفنا بصنم ولا طفنا بقبر ولا ذبحنا لغير الله، وأسأل الله أن يثبتنا على هذا التوحيد. قل آمين يا أخوان. ثم سكت قليلا عليه الصلاة والسلام، اسمع الكلام، ثم التفت مرة ثانية وقال: يا معاذ، ما حق العباد على الله؟ يا أخوان، والله هذه كلمة عظيمة، أن يكون لنا نحن حق على الله عز وجل. من نحن أصلا في ملك الله؟ ترى حنا يا الإنس وخاصة الذين يموت على التوحيد قلة. تدري كم حجم الذين يموتون على التوحيد بالنسبة لسائر البشر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. لا شيء، نسبة بسيطة، ومع ذلك لك حق على الله عز وجل، وهذا من فضل الله وعظيم رحمته. قال الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم ما داموا لا يشركون به شيئا. الله أكبر يا أخي، شوف، ما دامك تموت على التوحيد بشو بالخير. هذا الأمر يجعلك تطمئن وتعيش وأنت واثق أن الله عز وجل سيفتح لك أبواب الخير والرحمة. لكن أيضا لازم تنتبه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ومباشرة بعدها ايش يقول؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. انتبه، لا تأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولكي أوضح لك أو أقرب لك الصورة، لننتقل إلى صورة من صور يوم القيامة ذكرها الله في القرآن. عندما يذكر الله يا أحبابي لنا شيء في القرآن، نصدقه ولا ما نصدقه؟ نصدق. طب إذا أقسم عليه، يعني الله بحاجة أنه يقسم يا جماعة؟ لكن يقسم ليثبت لك أمر سيحدث يوم القيامة. والعجيب أنه لم يقسم بأي شيء، أقسم بأعظم ما يقسم به، أعظم بنفسه جل جلاله. يعني شوف عظمة الأمر، الأمر عظيم. يقسم بنفسه في كتابه أنه سيحدث يوم القيامة حدث. ما هو الحدث؟ لما الذين ينكرون البعث شكوا في أن الله يبعثهم يوم القيامة، ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ فيرد الله عليه: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ شف يا أخي، أنت لما تعرف ماذا كنت أصلا ثم تكونت، والله تستصغر نفسك، وهنا تبان لك عظمة الله. ثم ماذا قال بعدها؟ قال: فوربك، يقسم هنا بنفسه، لنحشرنهم، هؤلاء الذين أنكروا البعث، والشياطين مع شياطينهم الذين أغووهم. ولذلك شوف، أنا لما أقول لك نعمة التوحيد تمسك فيها حتى لا يصل العبد إلى هذه المكانة. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم إيش؟ جثية. إيش معنى جثية؟ ساقطون على الركب من شدة الخوف. يا له من موقف رهيب، وكيف لا يخافون وهم قد أتوا إلى يوم القيامة، دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 4,900,000,000 ملك يسحبون النار يا إخوان. ثم بعد ذلك يجري عليهم العذاب. يزداد خوفك عندما تكمل الآيات إلى أن تصل إلى قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال الله: إن منكم، هنا لم يستثني الطغاة وغير الطغاة، حتى الأنبياء
حتى الصالحين، حتى الشهداء، حتى الصديقين، كلهم يريدون على جهنم. ما هي جهنم؟ هي حفرة. كم عمقها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فسمع صوت ضربة وجبة، فقال: تعلمون ما هذا الصوت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار من 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. يا الله يا أخوان، إيش الحفرة هذه اللي غوطها وعمقها 70 سنة؟ الحين الطيارة اللي فوقك هذه لو ترمي حجر كم يستغرق من الوقت حتى يصل إلى الأرض يا أخوان؟ ثواني. ومع ذلك تخيل نار حجمها من الطيارة إلى هذا. ثم ماذا ينصب عليها؟ صراط أدق من الشعرة، أدق من الشعر يا إخوان. الطريق الوحيد فيها صراط أدق من الشعر، أحد من السيف، وله روغان، وحولك لليب. فلا تخاف هنا من الله عز وجل، لأنك ستمر. الله ما استثنى أحد، كلنا نحن وغيرنا سنمر. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم إيش؟ ينجو الذين اتقوا ولا ننجي الذين اتقوا؟ جاوبوني يا أخوان. قال: ثم ننجي الذين اتقوا. لم يقل ينجو، لأنه لو قال ينجو لنجونا حنا بأعمالنا، صحيح؟ لكنه لم يقل ينجو، قال ننجي. هنا تعلم أنت كم أنت فقير لله عز وجل. يا أحبابي، والله إننا فقراء من الله، لن ينجو من ذلك الموقف إلا من نجاهم الله. طيب من هم الذين ننجيهم الله؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. شوف، الظالم هناك حشر هو الشياطين، ولما مر على جهنم سقط في الاختبار وذهب إلى قعر جهنم. أما أنت إذا عشت على التقوى ومت على التقوى، والله لا يخذلك الله عز وجل، لأن الله وعد المتقين فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، عن إيش؟ عن النار، مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيا أحبابي، لا ننشغل عن الله عز وجل يا أخوان، تكفون يا جماعة، لا ننسى الله. ترى حنا غصنا في الدنيا، الواحد إنه يقعد قدام الجوال الساعات، وقدام الألعاب الساعات، وفي المجال الساعات، وقليل أصبح ذكرنا لله. ليه يا أخوان؟ حنا مستغنين عن الله؟ لا والله ما احنا مستغنين. لا تنسى الله، رزقك عند الله، سعادتك عند الله، صلاح عيالك عند الله، شفاءك من كل داء عند الله، ويوم القيامة لا ينفعك إلا الله، وإذا مريت على جهنم لا ينفعك إلا الله. ولذلك ارتبط بالله، أوصيك بوصيتي: لا تتهاون في أمر الصلاة مهما كان، مهما أخطيت، مهما أذنبت، مهما سويت، الصلاة لا تتهاون فيها. ليه؟ لأنها الحبل الذي يربطك بالله عز وجل. من حب الله فيها أنه فرضها من فوق 7 سماوات وحطها 5 مرات في اليوم والليلة. ليه؟ لكي تكون دائما ارتباط بالله عز وجل. فمهما أخطأت لا تخلي الصلاة، واجتهد أن تكون على أكمل وجه. ليه؟ لأن العبد إذا أتى يوم القيامة أول ما يحاسب عنه إيش؟ الصلاة. فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. هذه الأولى. الثانية: لا تجعل ربنا ينساك، اجعله دائما يذكرك. كيف دائما يذكرك؟ هو اللي قال لنا الله عز وجل، قال: وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. فلا ينقطع لسانك عن ذكر الله. اقرأ وردك في الصباح، وردك في العصر، أذكارك بعد الصلاة، من وقت لوقت حاول تقرأ لك آية، تستغفر، سبح، دائما أذكر الله. ليه؟ لأن الذكر يربطك بالله، الذكر يملأ قلبك بالحسنات والأعمال الصالحات. إذا امتلأ قلبك بالحسنات يضعف كيد الشيطان ولا يغلبك الشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العبد ليغني شيطانه، يعني يتعب شيطانه، كما يغني أحدكم بعيرة في السفر. يعني أنت اللي تستطيع تخلي شيطانك ضعيف، وأنت اللي تستطيع تخلي شيطانك قوي. وش اللي قوي وش اللي ضعفه؟ إذا كثرت الأعمال الصالحة
قل وضعف كيد الشيطان، وإذا قلت العمل الصالح قوي. ولذلك ابن مسعود كان يقول كلام جميل حول هذا الموضوع، يقول تقابل شيطانان، شيطان قوي وشيطان ضعيف. فالشيطان القوي يسأل الشيطان الضعيف فيقول له أنت ضعيف الآن، كيف تستطيع أنك تسيطر على قرينك وأنت ضعيف ما فيك حيل؟ فقال إني ارتبطت مع إنسان دائم الذكر، يدخل البيت فيقول بسم الله فأخرج، يخرج من البيت فيقول بسم الله فيرتبط بالله، يأكل فيسمي، يشرب فيسمي، ينام فيسمي، دائما أنا ضعيف، وكلما جمعت لي شوية ذنوب استغفر فمسحها. قال وأنت؟ قال أنا مع إنسان لا يذكر الله إلا قليلا. ما شاء الله، مسلم الأمور، لا يسبح في أكل ولا يسمي عند دخول منزل ولا يسمي عند خلال. فأنا معه أكل وأشرب وأنام وأركب وأرتاح. فكل واحد منا الآن يفتش على شياطينه الأخوة، كيف شيطانك؟ انتبه، لا يغلبك الشيطان. خلاصة ما مضى يا إخوة، الله رحيم لكنه إن غضب مشكلة، وهو ربي عز وجل لا يريد منك أكثر أن تأتي إليه وأنت موحد. احفظ توحيدك، الشيطان لن يترك، سيجتهد الشيطان أن يبعدك عن الله، فاجتهد أنت أن تكون قريب من الله. حافظ على صلاتك وحافظ على ذكرك وأبشر بالخير من الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قريب ممن دعاه، أسهل من تتعامل معه هو الله عز وجل. رحمته سبقت غضبه، إن ذكرته ذكرك، إن أقبلت إليه أقبل إليك، فقط اطرق الباب. أسأل الله يا أحبابي في هذه اللحظة المباركة، إن كان من بيننا نحن الذين في المسجد خاصة، أو من أحبابنا أو أقاربنا أولادنا وزوجاتنا وجميع أحبابنا، أحد مقصر في الصلاة، يا رب اشرح صدره واهدي قلبه ونور بصيرته ورده يا ربي لك ردا جميلا. وان كان من بيننا او من احبابنا احد مصر على اي ذنب من الذنوب، اللهم افتح على قلبه ونور بصيرته ورده اليك ردا جميلا. جزاكم الله خير اخواني على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والقصتان التي ساذكرهما لغريقين ذكرا في القران. الغريق الأول نبي الله يونس، يونس بن متى أبقى إلى الفلك المشحون، ولما ركب في ذلك الفلك المليء بالبشر والمليء بالبضائع وغيرها، وكانوا في وسط البحر وكان البحر مليء بالحيتان، اضطرب البحر فيهم فخافوا أن يغرقوا، فقرروا أن يخففوا من الحمل الذي على السفينة، وبدأوا يرمون في البضائع، ولكن السفينة ما زالت على خطر. ثم بعد ذلك قرروا أن يرموا بعضهم لتسلم السفينة ومن فيها، وبدأوا يرمون القرعة بين الناس، فكانوا كلما رموا القرعة تخرج على يونس عليه الصلاة والسلام، كلما رموا القرعة تخرج على يونس عليه الصلاة والسلام، فعلم أنه المقصود وأن القرعة لو رميت 1000 مرة فلن تخرج إلا عليه، فقال أنا أرمي بنفسي في البحر، فما أن ألقى بنفسه في البحر حتى التقمه ذلك الحوت العظيم وغاص به في ظلمات البحر، فاجتمعت على يونس 3 ظلمات: ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، وكان في مكان لا يراه ولا يعلم به إلا الله جل جلاله. فبدأ هناك ينادي لا إله إلا أنت، يعلن التوحيد، سبحانك، ينزه الله، إني كنت من الظالمين، أخطأت عندما خرجت ولم تأذن لي يا رب. واستمر يكررها يكررها يكررها، والملائكة تقول يا رب هذا صوت نعرفه من عبد نعرفه، لكن في مكان لا نعرفه لا يعلم به إلا الله عز وجل. فتحدث المعجزة، فلا يهضم ذلك الحوت هذا النبي الكائن الضعيف الذي في بطنه،
ويقذفه إلى جزيرة، وينبت الله له شجرة من يقطين، ويفجر له عينا من الماء، وغزالة تأتي له بالحليب كل يوم، حتى صح بدنه ثم عاد إلى قومه داعيا مرة أخرى. هذا الغريق الأول. الغريق الثاني هو فرعون. فرعون لما دخل بجيشه وأصبحوا في وسط البحر وانطبق البحر على جيشه وهلكوا كلهم ولم يبق إلا هو، بدأ ينادي أيضا كما نادى يونس: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وبدأ يكرر ويكرر، ولكنه غرق ولم تنفعه هاته النداءات ولا هذه الاستغاثة. فما الذي أنقذ يونس وأهلك فرعون؟ الجواب من القرآن. قال الله عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. إذن كان في رخائه من المسبحين الذاكرين لله فأنقذه الله في شدته. أما فرعون فقال الله له: الآن، الآن عرفت الله، وقد عصيت من قبل وكنت من إيش؟ من المفسدين، ماضيك سيء، لم تعرف ربك في رخائك، فكيف تريد أن يعرفك الله في شدتك؟ هل كان هذا الأمر الذي حدث يونس ليونس فقط؟ لا، بل هو ليونس ولمن خلفه من المؤمنين، ولذلك قال: وكذلك ننجي المؤمنين. إذن من هاته القصتين نستفيد حديث عظيم، احفظه في تعاملك مع الله عز وجل. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا أردت أن يعرفك الله في شدائد حياتك تعرف إليه في رخائك، إن حياتك كلها شدائد. وقد قال الله عنك: لقد خلقنا الإنسان في كبد. طول عمرك أنت في مشقة وفي عناء وفي تعب، في رزقك، في زواجك، في أبنائك، في صحتك، كل حياتك صعبة، والأصعب والأدهى والأمر يوم أن يكون لا حول لك ولا قوة، وتنزل في تلك الحفرة وتحشر مع البشر يوم القيامة. كل هذه شدائد، والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فلذلك دائما تذكروا هؤلاء الذين غرقوا فأنقذ الله أحدهما وأغرق الآخر، لأن من تعرف إلى الله في رخائه لن يخذله الله، وربنا لا يخلف وعدا قطعه على نفسه، لأنه يقول: رحمتي سبقت غضبي، نصيب برحمتنا من نشاء، ثم قال: كذلك نجزي المحسنين. إذن الله عز وجل يا إخوة كريم، رحيم، قريب، مجيب، لطيف. من فضله ورحمته مثلا أن يفتح لك مواسم الخير. يعني أنت الآن في شهر راح ثلثه، هذا الشهر الذي لله كل يوم عتقاء من النار، أليس هذا رخاء؟ وأنت في صحتك وعافيتك، أكثر من كتاب الله، أكثر من ذكر الله، أكثر من القرآن ليزول الضنك من قلبك، أكثر من التسبيح والتهليل، لأن كل ما ذكرت الله يذكرك الله في نفسه، أكثر من الصدقة، أكثر من العمل الصالح، أكثر من الطاعة. الآن فرصة، الشيطان مربط وأنت في قمة الروحانية. تشوفون يا إخوان الآن الصيام خفيف على النفس، هل الصيام في رمضان مثل الصيام في غيره يا إخوة؟ الآن أنت تقوم كل يوم 11 ركعة تصليها بين يدي الله، هل تستطيع أن تفعل ذلك في غير رمضان كل ليلة؟ إذن هي أيام جميلة، ربي يعينك، فبادر. كلما وجدت الطريق إلى الله سهل انطلق، انطلق قبل أن تنشغل أو تمرض فلا تستطيع، أو تهرم فلا تستطيع، أو تفقر فلا تستطيع أن تتصدق، أو تموت والساعة أدهى وأمر. فأسأل الله عز وجل يا إخواني أن يعيننا على طاعته.
اللهم اجعلنا ممن يذكرونك في رخائهم ولا تنسانا يا ربنا في شدائدنا. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فكلنا معينا. اللهم يا رب اجتمعنا في بيتك نرجو ما عندك، اللهم لا تخرجنا إلا وقد حققت لكل منا ما يتمناه. أصلحنا وأصلح ذرياتنا وارحم ضعفنا وفقرنا إليك، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.